بسم الله والصلاة والسلام على رسول المرسلين. تحية طيبة لكل من يتابع قناة ناصر تي في، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. بعد ما كملنا مع الكي باش ندير لكم فيديو خاص إلا بالنعجة فقط هنايا لا لا كما قال لكم سلعة ورد الله يبارك هنا بسوق الأربعاء للمواشي. وبالمناسبة اليوم رانا وحدو اسمحوا لي رانا 19 رمضان الموافق ل 29 مارس 2024. خونا هذا يا قلت لكم يعني صراحه يجيب النعجه سبيسيال. شوفوا النعجه اللي جابها لنا اليوم كذلك حاجه قوه الله يبارك ما شاء الله. يعني انسان اللي يحب يكسب اللي يحب يربي يعني هذا هو المكان المناسب مع اخونا صراحه حاجه ما شاء الله. شوفوا الخشان الله يبارك الزين كلش. شوفوا الخرفان كيفاش خرجوا كذلك حاجه شابه بزاف. وهذا السن تاعهم شحال العمر؟ جنيات فقط راكم تشوفوا مازالهم صغار حاجه صغيره فقط. خونا يعني كل ما يجيب نعجه يجيب حاجه خشينه الله يبارك. يعني اليوم بد الناس تلشوا هاو دوك ندير لكم الجور اللي ما فيه يجيبوا ولكن هادو ما شابين بزاف. هاو لك يعني الجور اللي يجيبوا هو حاجه شابه بزاف. شوف الله يبارك مام لا كولور علاش يعني يدير لهم الاورونج هذاك من الفوق باش يبان تاع الشباح يعني. شوف الله يبارك شوف سلعه البروميير اوكي يرحم باباك نعجه كيما هذه واش تزيد الله يبارك ما شاء الله. وقت لكم بد الناس ستيل جاب لنا مام هادو ما شابين. إذا خوتي نعاود نذكركم أن المقر تاعو هذايا متواجد في ولاية البويرة وكل جمعة في سوق الأربعة. سينو أبار الجمعة السوق واش تخدم؟ البويرة كما قلت ما شاء الله ما تخدمش. ما تخدمش غير هنا. غير هنايا إذا يخدم غير الأربعة فقط خوتي. هكذايا نخلي لكم كذلك رقم الهاتف ديالو أون سي جامي لي أنتيريسي. حاب يكسب حاب يخدم حاجة مليحة يتواصل مع خويا عزيز. قول لي خويا 0669 61 50 21 هذا هو الرقم. قلت لكم المكان بويره والجماعه هنايا بسوق الاربعاء. نروحوا للسعر هما غاليين شويه ولكن خاوتي يعني صراحه اللي يكسب ما يزيد. كيما قلت شحال داروا؟ هادو بناهم 15 هادو ما بناهم ب 15 مليون ولكن حاجه قوه الله يبارك. هادو ما في الشتله ما شاء الله يعني ها يبان كبش هذا ها بون هذا كبش على كل حال والاخرين من هيك نعاج. دوك هذا يكون فحال هكذا يكون فحال هذا فحال الله يبارك هذا فحال وليد هما فحال. شوف الله يبارك ما شاء الله شباب. وهكذا من شحال لحقوا هذو هما؟ عطاوني 14 في عطاونا عندها زوج عندها زوج خرفان يا اخي 10 10 الله يبارك. وحده اللي عطاونا فيها 14 عندها زوج خرفان والاخرين 10 10 ولكن حاجه شابه كيما نقولوا احنا اللي يحب الفلاح ياكل حق هذه هي يا خويا. اذا كذلك مع اخونا شوف الله يبارك جاب لنا ثلاث خروفات. الخروفات يا اخي الله يبارك وسمونا 17 مليون في ثلاثة دي سات عطاونا 17 مليون في ثلاثة نبيع بيا سيرو مازال بعد شوية مازال بعد شوية شابين الله يبارك. إذا بسم الله ما شاء الله كما كنت تشوفوا خونا كذلك جاب لنا مجموعة من النعاج وقال لكم هادو هما ام بلاس كامل على 100 يا اخي على 100 على 100. قلت له علاش راه كولر هكذا قال لك هادو هما تاع صرحة يا خويا الله يبارك. وسمونا شحال؟ 51 في 4 51 في 4 يعني ليد 4 5 ملايين و100 الحبة الله يبارك و45 جبنة. بسم الله ما شاء الله شوفوا شوفوا حبيبنا واش راهو يبيع يبيع لنا نعجة. شوفوا الله يبارك جاب لنا نعجة واش عندها خرفان لا خروفات واش عندها خروف وخروفة الله يبارك خروف واش راه عطاو لك؟ ها؟ شحال؟ 75 راسك يا حبس يا خويا زينت بعيد صاحبي بعيدة قريبة شوية الله يبارك راكم تسمعوا يا خويا روح منا باش نصوروك معاها مليحة قدنا شوية صح يا خويا الله يبارك وراه يعرف السومة ويعرف إلا عندها خروف وخروفات ما شاء الله الله يبارك. وش هتبيع لي شحال تبيع حالي شحال تبيع حالي شحال 8 ملايين تبيع حالي الله يبارك. شحال في عمرك شحال 5 سنين ما شاء الله ربي يحفظه يا خويا ربي يحفظه. اذا جبت نش خرفان يا اخي خونا خروف وخروفه الله يبارك ما شاء الله ما شاء الله. تحب نخلو الرقم تاعها اون سي جامي؟ اه هاي الله قول لي خويا العزيز 0541 31 10 84 المهتم يتصل. واسمك قول لي اسمك واسمك؟ امير
الله يبارك هكذا يتواصلوا مع امير ونيكوزي معايا يا خويا، ربي يحفظو خويا العزيز ما شاء الله. اذا شوفوا الله يبارك كما قال لكم، الله يبارك، شوفوا النعجه هذه قال لكم ماشي تاع بلادنا، هادو ما تاع السيد. وشحال دارت هكذايا؟ ما سموناش فيها، الله يبارك. وعندنا كذلك هنايا زوج نعجات، الله يبارك. وهذه شحال داروا؟ 27 40 27 هذه 4 ودارت 4 صافي فليه. اون فران نقول لك بارك الله فيك ويعطيك الصحة، صحة رمضانك صحيح. نزيد ندوز عند حبيبي وخويا كذلك، شوفوا الله يبارك، دائما نجيب لكم مجموعة من الكباش ويجيب لكم النعجة، الله يبارك. شوفوا الخرفان راهم مروبوزين يا خويا، صافي خويا لاباس. شوفوا الله يبارك هذا الخروف شحال شباب ما شاء الله، الله يبارك، صافي فليزير دائما حاجة شابة الودنين طوال. أفا مش هدرت من أجاب 14 ونص مش عندها خروف وخروف، خروف وخروف، خروف وخروف، يعني عندها مخلطين زوج، الله يبارك. شوفوا كذلك هذوما في السرنديين، كاين الناس اللي قال لك احنا ما عندناش تاع شنو السردي، السردي ولكن يقول لك حنايا هادو ما شغل مدرحين ناكلهم السرندي هكذا. اي والله باش تفهموا خاوتي، السرندي يعني كيما نقولوا حنايا باناشي، هذا ما كان سيفي على بالنا بلي السردي تاع المروك، ولكن حنايا السرندي باش تعرفوا. اذا بسم الله ما شاء الله كذلك، شوفوا النعجه هذه جابت لنا خروفه، الله يبارك. مش حاب صوت هكذايا؟ 63 دارت 63 يعني 3 ملايين 6 ملايين و 300 وطالب فيه 7. مع اخونا لهنا كذلك جاب لنا نورمالمون كاين 3 نعجات وجابوا لنا خروف ولا خروفه؟ خروفه خروفه، الله يبارك. والاخرين على ميلاد لا دافعين؟ المهم عندها شهرين على ربي، هذه على ربي ان شاء الله عندها شهرين. شنو الفائده باش تعرف؟ لازم تجيب البيطاري ولا بالخبره تاعكم تعرفوا؟ بالخبره يعني عنده يقدر يعرف، يقدر يعرف، الله يبارك ما شاء الله. ودوك زعما اكزومبل دوك يكون عندك فحل واحد يعني يقدر يكون كاع النعجات اللي كانت تما على حسب الفحل، يكون فحل شبه ثاني داكور. سما لازم الفحل يكون مليح، سما يقدر يزم... يقدر يكون عندك فحل واحد تهنى يعني يا. الله يبارك، صافي بليز هكذا، الله يبارك. اذا كنت تسمعوا انسان ربما حبيب دا مشروع ولا كيشري نعاج ولا اشري يعني فحل واحد فقط يكون حاجه مليحه ويعني ما زيدش تشري ولا سينو شحال دايروا هكذا جملة كيما راهم؟ هذه طو 56، هذه ساونا 56 ونص، هذه الحم، هذه الحم كيما قال لكم خونا، وهذه 58، 58 الله يبارك، 58 وهذه مع بنتها 76 مع بنتها، الله يبارك، صافي بليزير خونا، ربي يقدرك ويعطيك الصحه سي جونتي خويا العزيز، بيان سير خويا العزيز. السلام عليكم، ايش راك شيخ؟ صافي شويه لاباس بخير. جاب لنا 3 نعجات الله يبارك. اذا عند جابت لنا خروفه هاي ليك الله يبارك. هكذايا وشحال سامونا فيها؟ 6 عطاونا 6 ملايين. بيع راهي بعيده ولا غير تما؟ اي غير تما كيما قال لكم خويا. بارك الله فيك، ربي يقدرك سي جونتي يعطيك الصحة. السلام عليكم، واش راك خويا؟ هذا خروف ولا خروفه؟ الله يبارك كيما قال لكم خروف شباب ما شاء الله، هاكم تشوفوا خريف تاع تربيه. وشحال دار هذايا؟ هذا دار 54، الله يبارك. ثلاث نعجات ولا اربعه؟ كاين ثلاثه، واش عندهم؟ هذا عندها خروفه، هذه عندها خروفه كيما راكم تشوفوا الله يبارك. ومنا؟ هذا وحده، هذه وحده، مو هذايا؟ معي ما ها الله يبارك. وشحال سامونا فادي معي مع بنتها؟ 6 ونص. 6 ونص والبيع مازالها بعيده؟ مازالها الله يبارك. وهذه من شحال سواو؟ هذه ما كيما قال لكم مبيوعين. كذلك نكملوا مع النعجه هذه الله يبارك، هذه على ميلاد ولا عندها خونا؟ عندها بنتها، عندها بنتها الله يبارك. عندنا هذه عليك هذه شوفوا، والله الحمد لله ربي يهنيك خويا العزيز لاباس. عندنا كذلك هذه ما شاء الله، هذه على ميلاد ولا عندها؟ عندها زوج خرفان الله يبارك، شوفوا ما شاء الله عندها زوج خرفان الله يبارك، خروفه وخروف، خروفه وخروف. وشحال سوات هكذا؟ 82 يعني 8 ملايين و 200 6 6 وهذه 72 دار 72 الله يبارك، مع بنتها البيضاء هذه شوفوا كبرت الله يبارك، ولا تمرة هذه ما شاء الله. شوفوا الله يبارك، وحده عندها خروف وحده عندها خروفه، هذه في الكحل خروفه وهذا في البيض خروف، وهذا ما قلتو
سبعة ونص للوحدة، ولي مع الخروف دارت تسعة ونص. هكذايا جولة هنايا بسوق الأربعة، ضربوا يعني كاين، انتوما دراهمكم تساوموا وشوفوا الحاجة اللي تساعدكم. إذا كذلك مع خويا لهنا شوفوا جاب لنا زوج نعجات الله يبارك. هذه واش تكون سنتي تاع العمر هذه؟ ما بالوش هذه تكون بالك رباعية باسكو راهي تبان شابة. المهم معليش قال لك شحال ساومونا؟ ساومونا 9 ملايين في زوج. ماشي على ميلاد ولا لا لا، واش تكون هذه يا شيخ؟ سداسية. سداسية في زوج. ما مش عامل لا لا ما على بالكش ماشي مشكل. ليدو بارك الله فيك يعطيك الصحة. كذلك شوفوا الله يبارك. واش عندهم خرفة ولا خروفات؟ هذيك عندها خروف وخروف. خروف خروف وخروف الله يبارك. وهذه عندها خروف. وشحال سوشة؟ ها هذا راهو يقول خروف وخروف سامونا بثمانية وهذه بسبعة. إذا كما قلت لكم خونا 66 على ميلاد لا خروفات خروفات الله يبارك. هذه مثلا خروفات ولكن قلت 33 الوحدة الله يبارك. خونا بارك الله فيك وربي يقدرك يعطيك الصحة. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.